لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من ابتلي بمعصية فليطرح بين يدي الله في آخر الليل: يا رب ارحمني، يا رب أنت أعلم بحالي، يا رب إني ابتليت بهذا الداء، اللهم فكرهني فيه، اللهم باعد بيني وبينك كما باعدت بين المشرق والمغرب. الاطراح وصدق اللجوء إلى الله من أعظم ما يصلح به الحال. فيا أخي، وسؤالك هذا يدل على خير وأنك تريد الخير وتريد التخلص. صل الليل وسهام الليل لا تخطئ، واطرح بين يدي الله وانت ساجد: يا ربي يا ربي يا ربي خلصني من هذا البلاء، يا ربي بغضني فيه، يا ربي كرهني فيه، يا ربي باعد بيني وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب. والله سميع مجيب، قريب من عباده، لا يرد صادقا، ويستحي من عبده الصادق أن يرد عليه دعاءه.